سلام الله عليكم مشاهدينا، ومرحبا بكم في برنامجكم اليومي قهوة وجرنان، تحية صباحية لكل متابعي هذا البرنامج. أملنا دائم إن شاء الله نلقاكم بالصحة والعافية. أهم ما جاء في الصحافة الوطنية اليوم، صحافة الأحد 28 فيفري الموافق للتاسع عشر جمادى الأولى. النهار وفي صفحتها الأولى تصريح حصري لرئيس تجمع أمل الجزائر وزير السياحة عمار غول. عمار غول قال أغلب إطارات الدولة راحوا ضحايا صراعاتهم، ويقصد الديراس، وقال أن قضية الطريق السيار فبركته الديراس. قال علاقتي بتوفيق لا تتجاوز لاعب كرة القدم، وقال لدي أسبابي الخاصة التي جعلتني لم أحدث الفريق مدين عن إساءات الجهاز. الحوار كامل تجدونه في النهار لعدد اليوم في الصفحة رقم 5. النهار قالت 10% زيادات في أسعار السيارات في هذا الصالون القادم للسيارات. قالت بعد ارتفاع أسعار العملة الصعبة مقارنة بالدينار وأيضا تحديد كوطة الاستيراد، هذه العوامل جعلت 10% تكون زيادات في أسعار السيارات. وأيضا هناك خبراء أجانب من أجل محاربة مهربي الأموال في الجزائر سيقومون بتحديد مواقع الجرائم المالية على شكل خريطة وتسليمها للسلطات. هذه أهم عناوين النهار اليوم. جريدة المساء قالت لباتشا المتزعم للحركة التصحيحية في حزب العمال قال سنستعيد الحزب من لويزا حنو. جريدة وقت الجزائر قالت أكد على دعم المقترح الأممي لإعادة تحريك المفاوضات. الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قال الجزائر ستبذل كل ما في وسعها لتسوية عادلة للقضية الصحراوية. جريدة الوسط قالت ممثلو الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين قالوا نطالب بحذف السيارات من القرض الاستهلاكي. المحور قالت وزير الموارد المائية يتراجع عن تصريحاته السابقة ويعبر عن قلقه من تواصل شح الأمطار ويكشف الجفاف غير مستبعد في الجزائر. جريدة البلاد قالت وعد بدعم المفاوضات المباشرة بين البوليزاريو والرباط. الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يضع المغرب أمام الأمر الواقع. رسالة الرئيس أكدت دعم الجزائر اللامشروط لحق الشعب الصحراوي. البلاد قالت أيضا حرب على الكنائس السرية في منطقة القبائل، استفحال الأنشطة التبشيرية في مستودعات غير مرخصة. المحرر عادت لرسالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الذكرى 40 لإعلان الجمهورية الصحراوية. الجزائر لن تتخلى عن دعم تسوية عادلة ودائمة للقضية الصحراوية. والموعد اليومي عادت لزيارة وزير الخارجية سيرجي لافروف التي ستكون غدا بالجزائر. قالت الوضع في ليبيا وسوق النفط في صلب المحادثات. هذه أهم العناوين إلى التفاصيل. النهار وفي صفحتها الأولى قالت قضية الطريق السيار فبركته الديراس. قالت النهار حمل رئيس تجمع أمل الجزائر ووزير السياحة عمار غول جهاز الديراس مسؤولية فبركة ملف الطريق السيار وقضايا أخرى راح ضحيتها إطارات أكفاء في الدولة الجزائرية، مؤكدا بأنه رغم الإساءات التي لحقته من هذا الجهاز فإنه لم يكلف نفسه الحديث مع مدير الجهاز السابق في هذا الأمر خلال الفترات التي كان يمارسان فيها لعبة كرة القدم، مشيرا أن العلاقة التي تربطه بالسعيد بوتفليقة علاقة صداقة وأخوة. أجانب لمحاربة مهربي الأموال في الجزائر. أفاد المدير العام للجمارك قدور بن طاهر عن وجود اتصالات رسمية بينه وبين مختصين أجانب في مجال محاربة ظاهرة تهريب الأموال وتحديد مواقع الجرائم المالية في الجزائر، وذلك بالتنسيق مع مديرية الاستعلامات التابعة له، مشيرا إلى أن هذا الإجراء الذي يعتبر الأول من نوعه في الجزائر سيمكن من تحديد المواقع داخل الوطن وخارجه التي تعرف انتشارا لظاهرة تحويل الأموال إلى الخارج بطرق غير شرعية حتى يتم التركيز عليها من خلال تشديد الرقابة وتطبيق أقصى العقوبات على المهربين. في مسألة الحظيرة، في مسألة حادثة شيفاليه قال أخطرت مسؤول الحظيرة بوجود مشكل في الفرامل قبل قتل الفتاة في شيفاليه. قالت النهار أفادت مصادر مطلعة أن المدعو النسائق حافلة إتوزا لنقل الطلبة البالغ من العمر 33 سنة الذي اتهم بالتسبب
في حادث المرور المروع بشوفالي ذكر في محضر سماع رسمي خلال تقديمه أنه بيوم الواقعة كان يقود حافلة نقل الطلبة على مستوى الخط الرابط بين منطقة باب زوار وبوزرعة، وعند وصوله لمنطقة شوفالي كانت تسير قبله سيارة من نوع بيجو 301 توقفت من أجل السماح للضحيتين بالمرور، ولكنه لم يستطع الكبح على الفرامل وتوقيف الحافلة بالرغم من أنه كان يسير بمعدل 15 كيلومتر في الساعة، وأطلق منبه المركبة قبل أن يخرج رأسه من النافذة ليطلب منه تنحي جانبين، غير أنه فقد السيطرة عليها فاصطدم بها من الخلف لتصاب واحدة فيها، واصطدم هو بالضحية الثانية. وأضاف المتهم أنه أخطر مسؤول الحظيرة بأن الفرامل بها مشكل، وبالرغم من ذلك أعطاه إشارة للخروج. 10% زيادات في أسعار السيارات في صالون السيارات المقبل. أشار عدد من الوكلاء المعتمدين في الجزائر أن أسعار السيارات الجديدة ستعرف زيادات تصل إلى 10% مقارنة بالأسعار المتداولة حاليا في الفضاءات التجارية، مضيفين أن الكوطة التي تم استيرادها مؤخرا بعد إعادة فتح تراخيص الاستيراد من قبل وزارتي الصناعة والمناجم ووزارة التجارة قد عرفت زيادة لدى المصانع الأم. وقال وكيل معتمد للسيارات متعددة العلامات في اتصال مع النهار أن أسعار السيارات التي سيتم تسويقها في الصالون الدولي للسيارات ستعرف ارتفاعا يصل إلى 5% أو 10%. وقت الجزائر قالت بوطرفة يصدم سكان الجنوب. قالت وقت الجزائر شكلت تصريحات المدير العام لشركة سون الغاز نور الدين بوطرفة بشأن التوجه نحو إلغاء الدعم على أسعار الكهرباء مستقبلا في الجنوب صدمة لسكان هذه المناطق الذين حذروا من تبعات هذا القرار بالنظر إلى الظروف الطبيعية القاسية التي يقاسونها، والتي قالوا أنها لا يمكن أن يتحملها المواطن البسيط الذي يأوي إلى مساكن لا تراعي معايير العزل الحراري وسط شدة حرارة تتجاوز 47 درجة وأحيانا تلامس سقف 60 درجة في مناطق كبرج باجي مختار. البلاد قالت حرب على الكنائس السرية في منطقة القبائل. قالت البلاد تحركت السلطات العمومية في ولاية تيزي وزوب جاية والبويرة لإغلاق كنائس غير مرخصة تمارس أنشطة تبشيرية مخالفة لقانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، وتلقى أصحاب بعض المستودعات بلاغات عن طريق المحضر القضائي تأمرهم بإغلاق تلك الفضاءات السرية بعد تلقي المصالح المختصة شكاوي من العديد من المواطنين، وشملت الحملة التي تقودها مصالح الأمن بالتنسيق مع السلطات المحلية قرابة 12 كنيسة غير شرعية في منطقة القبائل. المحور قالت الإعلان عن حالة الجفاف غير مستبعد. قالت المحور أوضح وزير الموارد المائية عبد الوهاب نوري أن الوضعية الحالية التي تشهدها البلاد جراء نقص في تساقط الأمطار أصبحت مقلقة فعلا، معترفا بأن الجزائر أمام وضعية ندرة للمياه ولا يجب إخفاؤها، ومضيفا أنه لا يستبعد الإعلان عن حالة الجفاف لو تواصلت ندرة تساقط الأمطار. الصوت الآخر قالت غضب بسبب جدل إلغاء تخصصات الإعلام والحقوق من مسابقات التوظيف. قالت الصوت الآخر أثارت أنباء غير مؤكدة عن إلغاء تخصصات العلوم السياسية والإعلام والحقوق من مسابقة التوظيف المرتقبة في قطاع التربية نهاية شهر مارس المقبل جدلا كبيرا في وسط خريجي الجامعات، إضافة إلى قلق نقابات التربية التي لم يتسنى لها بعد معرفة قائمة التخصصات المنتظر الإعلان عنها من طرف الوزارة الوصية. المساء قالت 12 جامعة جزائرية تحتل المرتبة الأولى مغاربية. قالت المساء أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار أن جهود الدولة لتطوير قطاع التعليم العالي تبلورت في المكانة التي تحتلها الجامعة الجزائرية، مشيرا إلى أنه من بين 20 جامعة على المستوى المغاربي 12 جامعة جزائرية تحتل المراتب الأولى، مما يمثل مؤشرا إيجابيا على تطور الجامعات الجزائرية من خلال الترتيب. في الصحافة الناطقة بالفرنسية لديبا قالت الجزائر ستدعم جهود تسوية تضمن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي.
قالت لديبا أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن الجزائر ستبذل كل ما في وسعها من أجل تقديم الدعم لمقترح الأمين العام للأمم المتحدة الرامي إلى إعادة تحريك المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليزاريو من أجل التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة للقضية الصحراوية. وشدد الرئيس على أن تسوية هذه القضية تقع على عاتق منظمة الأمم المتحدة. الإكسبريسيون قالت لا وجود لواحة آمنة. وقالت الإكسبريسيون أشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن زيارته إلى الجزائر ستكون فرصة لمناقشة العديد من الملفات والمسائل الإقليمية. وقال لافروف أن الملف السوري والليبي أصبح من المسائل التي تناقش بشكل دوري مع المسؤولين السامين في البلاد. وهذه الزيارة تعود لجوانب أخرى أمنية واقتصادية ترقى إلى مستوى العلاقات التي وصفها بالخاصة والمميزة والتي عمرها نصف قرن، مشيرا أن الجزائر هي الشريك رقم واحد لروسيا في إفريقيا. في الصحافة المحلية النصر قالت المياه القذرة تغمر 150 هكتارا من الأراضي الزراعية في عين أزال بسطيف. قالت النصر غمرت المياه القذرة مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية شرق مدينة عين أزال بولاية سطيف حسب تقديرات مصالح الفلاحة بسبب قنوات الصرف الصحي الخاصة بحوالي 40,000 نسمة والتي تصب في الهواء الطلق منذ عدة سنوات. الواصل قالت عائلات تعيش حياة بدائية بسيدي عكاشة بشلف. قالت الواصل تعيش العشرات من العائلات استفادت من سكنات ريفية بقرية بحلو ببلدية سيدي عكاشة بشلف حياة بدائية جدا في غياب ضرورية الحياة الكريمة المتمثلة في الكهرباء والماء وشبكات الصرف الصحي. الجنوب نيوز عادت لموضوع التنمية بولاية الجلفة وقالت تراوح مكانها في شتى القطاعات. قالت الجنوب نيوز شهدت ولاية الجلفة خلال الأشهر الماضية تأخرا شديدا في التنمية المحلية التي لم تعرف فيها أي تقدم على مستوى كل القطاعات تقريبا، ولم تعش تلك الحركة التنموية المحودة من قبل رغم الإمكانيات الكبيرة التي تعرفها ولاية الجلفة. فقد كشفت مصادر أن الولاية لها مداخيل تدرها بعض الهياكل، لكن الولاية تسير نحو الأسوأ. تصريح اليوم وتصريح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. رئيس الجمهورية قال تسوية قضية الصحراء الغربية تقع على عاتق منظمة الأمم المتحدة. وقال أيضا الجزائر ستبذل من جانبها كل ما في وسعها من أجل تقديم دعمها وتأييدها لمقترح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة الرامي إلى تحريك المفاوضات المباشرة بين المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو. وقال الجهود التي يبذلها في سبيل تسوية عادلة ودائمة تضمن لشعب الصحراء الغربية الشقيق ممارسة حقه المكتسب في تقرير المصير. وقال هذا السبيل سيفتح أفاقا جديدة وأكثر واعدا بالسلم والتنمية في منطقة المغرب الكبير وإفريقيا كلها. بالتصريح نختم معرض الصحافة إلى ضيف وموضوع العدد.